تحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. كالعادة بنكون معاكم لحظة بلحظة في كل الكواليس واخبار فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام في البطولة الأفريقية. النادي الأهلي عنده مواجهة هامة ومرتقبة ومواجهة صعبة جدا امام بطل جنوب أفريقيا سان داونز الجنوب أفريقي. مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي. المباراة الأولى كالعادة هتكون في جنوب أفريقيا، المباراة الثانية إن شاء الله في القاهرة. مجموعة المباراتين يأهلنا إن شاء الله إلى الأدوار القادمة بإذن الله تكون البطولة الأفريقية هذا الموسم من نصيب النادي الأهلي. تابعونا كل مشاهدينا ومتابعينا فقط على شاشة قناة النادي الأهلي كواليس رحلة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا.